في كلام ان هو يقدم استقالة. كابتن أسامة نبيه شبه ذبحة صدرية. ألف سلام عليك. يا عم خمس زي خلينا يا عم طب رد فعل رد حضرتك ايه على دفاع الاتحاد النهارده لما قدم احنا فضيحة سازي سازي انتوا معطلين السلم وتروحوا النزول بعد اذنك يا استاذ بعد اذنك يا بيه ما فيش قرار سازة يعني يا سازة بعد اذنكم استاذ اعمل ده مع راسي يا استاذ يا باشا انتوا عاملين السلم يا سازة النهارده ما فيش قرار قال له ما فيش قرار سيادتك دايما بتحذر من اللي بيحصل بص السلم شكله ايه امشي حضرتك بتحذر دايما من الكارثه اللي بتحصل لو لم يتم قيد الثلاثي بص اتفضل سؤال سؤال يا سلم حضرتك الاتحاد الدوري يلا استاذ احنا طالعين هوا يا غالي استاذ احنا طالعين اتفضل معانا استاذ احنا كنا حاسين مفيش قرار شكله كان قدام المحكمه ايه قد كده خلاص ايوه انا بقول عشان كده سالت حضرتك ردك عليهم رد عليهم في فرق بين الهزار واللعب بالله اللي حصل ده لعب بالله لان نادي الزمالك مش ملك انا ممكن امشي النهارده مش ملك نادي الزمالك ده ملك الملايين لجمهوره الحقيقي مش العيال متأجره عشان تشتم كده ده اللعب بالنار البلد مش ناقصه لعب بالنار تمام انا في انتظار قيد اللاعبين الثلاثه قبل يوم كام الحكم 19/2 انا بتمنى النهارده كده يقيدوهم ودار ما دخلك ايه شر طب ايه تعليق حضرتك على دفع الدفاع اتحاد الكوره بعدم اختصاص المحكمه واختصاص المحكمه الرياضيه الدوليه ان هو الزمهم بال اتحاد الكوره في القضيه ولا بره القضيه لا في القضيه لا هو قال لك انا بره القضيه ما هو في ايوه ما هو بره القضيه ما حدش يسمعه انت يا ابني جوه القضيه يعني انت دلوقتي جوه المحكمه ولا بره المحكمه جوه دلوقتي انت فين بره انا دلوقتي بره ما تقولش بس المحكمه لانك انت بره مش جوه مش كده ما انت حضرتك مختصم اتحاد الكوره فهو ازاي بقى بيقول علشان يتنفذ الحكم في مواجهه انما الخصم الرئيسي وزير الشباب والرياضه لانه تقاعس عن اداء دوره ودي المره الثالثه لما تعزلت اول مره من اللجنه الاولمبيه وتعزلت ثاني مره بعت له قلت له تبقى الماده 1 من قانون الرياضه انت مسؤول عن الهيئات الرياضيه الاربعه اللي هي اتحادات انديه مرجعيه اولمبيه تطبيق القوانين واللوائح تمام ده الوزير ده القانون بيقول كده هل الوزير لما اتحاد الكوره رفض قيد الولاد بدون سبب تاني بدون سبب خلاص المفروض هو بيطبق يقول لاتحاد الكوره عندك قانون كده لا عندك لائحه كده لا طب اللائحه بتقول لك ما دام قبل 31/12 الساعة 12 بالظبط تم تسجيل لعيبه على السيستم وانت فاتح له السيستم يبقى الراجل ده جاي في الميعاد وفتح له السيستم انت ليه مش عايز تدوس على الزرار؟ وشفنا الفيديو بتاع حضرتك من داخل الخطاب يا سياده المستشار واللي ارفقته برضه في الدعوه اتفضل الخطاب يا سياده المستشار اللي اتبعت من اتحاد الكوره لنادي الزمالك ان هم اختاروك بالمبلغ ده بشهر هو انت بتفهم ما بتفهمش مش هو قال الجلسه اللي فاتت هجيبه جاب حاجه النهارده لا امال ايه بقى بسالني المحكمه كمان طلبت انه المذكرات لازم تيجي خلال يومين خلال ادي واحد اثنين تمام اللي الان على القيد الافريقي بمجرد ما يدوس على احنا حاجزين الاولاد برده في القيد الافريقي يعني اللعيبه برده ما متسجله على اساس ما هي لو تم تسجيلها هتسجل في